صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 81 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يضاف بند جديد برقم 4 إلى الفقرة أولا من المادة الأولى من المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، ويعاد ترقيم باقي البنود تبعا لذلك. نصه الآتي: 4 وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية.